قصتين مهمات. كرة القدم. أيوة. صح. قلعة الجلالي. هو العالم رونتجين. هي كلها عليها 20 درجة. 20 درجة كلها. ثلاثة شعراء لقبوا بالمثلث الهجائي. من؟ جرير الأزرق. والفرزدق. والأخضر. أيوة. جرير والأخطل والفرزدق. جرير والأخطل ولا جليل؟ جرير. جليل؟ لا جرير. جرير. أيوة. أيوة. والأخطل والفرزدق. والفرزدق. أيوة. شاركت السلطنة في أولمبياد أتلانتا عام 96، فما هي اللعبات التي شاركت بها؟ يلا الإجابة. الرماية. المصارعة. السباحة. من هو قائد معركة عين جالوت؟ نعم، طبعا قائد عين جالوت في عهد سلطان قطز، وقائد المعركة كان الظاهر بيبرس. لن ينالوا شبرا من فلسطين إلا على أشلاء جثتي، من قائل العبارة؟ مرة ثانية. طبعا أيوة. لن ينالوا شبرا من فلسطين إلا على أشلاء جثتي. شكرا، شكرا لكم، شكرا للإخوة المتسابقين، شكرا للحضور معنا في الاستوديو، شكرا للجمهور الذي يتابعنا عبر الشاشة.